هل تطويق الأراضي اليوم في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب؟ وكذلك من يأخذ أراضي في الصحراء غير مملوكة؟ كيف؟ يقول هل تطويق الأراضي في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب؟ تطبيق الأراضي، كيف تطبيق الأراضي؟ يعني الأعطيات، المنح، تطبيق المنح. لا، وضع شكوك، تطويق. تطويق؟ اي نعم. تقول تطبيق أنت؟ تطويق ما الآن ممنوع، ما يجوز إلا بإذن ولي الأمر. الآن لما حصلت الفتن والشرور والقتل والقتيل بين الناس، منع ولي الأمر أن أحد يستولي على أرض الموات إلا بمنحة من ولي الأمر، قطعا للفتنة والشر والشقاق. نعم.